السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأوقات بنحتاج إن احنا نحط الطبقة الخارجية، يعني أنا عندي الحتة دي في فينش في دهان في الآخر، أنا محتاج إن أنا أحطه في حيطة لوحديها لأسباب كتيرة جدا. ممكن مثلا يكون عندي عمود إنشائي فأنا عايز أغطي على العمود الإنشائي، أسباب كتيرة جدا. ساعات بحتاج إن أنا أشوف إنها أدق، يعني في الحصر مثلا، السرعة بتاعة التنفيذ. فخلينا مثلا نبص على الحيطة ديت، تمام، بقول له هنا ايديت، طيب بقول له ايديت، هلاقي ان انا عندي هنا فينش في الاخر، وده الماتيريال بتاعته اهوت، وسمكه 22، تمام. طيب انا ممكن اجي على الفينش ده، ده الاكستيريور وده الانتيريور، يعني ده الخارجي وده الداخلي. خلاص هاجي انا على الخارجي دوت واقول له ديليت، واقول له اوكي. طيب لو انا بقى رحت كده ليفل 2، دي الحيطة بتاعتي، عايز أضيف حيطة رفيعة خالص بالسمك اللي احنا لسه لاغيين، أقول له وول، وأقول له أنا عايز اللاير ديت، تمام، دي مش تبقى انتريور، تبقى اكستريور، اكستريور، وتبقى مكونة من لاير واحدة، تمام، يعني ممكن نلغي ديت، طبعا دي مش مينفعش تلغي. بس ينفع اخليها فينش، وينفع اجي على الماتيريال اغيره واجي اخلي دي 22، اوكي اوكي وابدا ارسم الحيطه بتاعتي بالشكل دوت. عايزين نقول له تي اي، تمام، اهيت، بلاش من السنتر ويبقى من هنا بالشكل ده. طيب لو جينا نبص كده في 3 دي، هتلاقي ان الحيطه ما اخدتش الاوبننج اللي موجوده. ازاي بقى خليها تاخد الاوبننج ديت؟ ان انا هاجي هنا واقول له جوين موديفاي، اقول له انا عايز اعمل جوين بين الحيطه ديت والحيطه الخارجيه دي، هتلاقي خلاص خدت كل الاوبننج اللي موجوده في الحيطه الاصليه اللي احنا اللي كانت موجوده في الاول.